شو الاخبار هشام؟ سبت واحد ايه انا قلت شو بدي اعمل، دورت هيك التلفزيون وقعدت فتحت نتفليكس حاطين دوكيومنتري اليسا، قلت اكيد ما حاضر دوكيومنتري اليسا. هشام حضرت دوكيومنتري اليسا كله حلو كثير قوي. شوف البوستر تبع دوكيومنتري اليسا. اتس اوكي اتس اوكي. الانسانه يعني عاملين لها دوكيومنتري، هي مسيرتها الفنيه 25 سنه، عاملين لها دوكيومنتري بثلاث حلقات. صرت فكر لو انا انه بدي اعمل دوكيومنتري، انا مسيرتي الفنيه كلها 4 سنين، يعني حلقه، يعني بدهم مني انا. يعني تتخيلي معقول ينعمل عن حياتك دوكيومنتري؟ بدهم ينعمل، ما بعرف شو معقول يسموه، لانه انا بطلع عطسه ببحر اليسا، ممكن يسموه عطسك. لا بس عشان هي مسيرة فنية، أنا أجل قطع الطريق، بس إنه الواحد بيتفائل. لا إن شاء الله بيعملوا لك دوكيومنتري يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. إيه هشام، أنا تخيلت كيف بيكون البوستر لو أنا على نتفليكس، إنه أنا عندي مثل دوكيومنتري لسه أشوف كم بيكون. إتس أمي. إتس أمي. قال إتس أمي نوت فليكس. نوت فليكس. يعني نوت أمي. هذه أمي جاية بعيد عم تقولي إتس أمي. إتس أمي وأنت شايفتها بعيوني وتستعمل مثل إتس أوكي أليسا أكثر جملة بتقولها، أنا إتس أمي أكثر كلمة بقولها. صراحة نتفليكس ما اشتروا فقلنا نوت أون نتفليكس، يعني نوت فليكس. نوت أون نتفليكس. كوبي إي كوبي إي هذا. إي يعني حيا الله حدا تاني بحب يشتري. كوبي إي. بليز لو راديو حب يعرضوا عنده. يا الله حدا يعني بتعرضي بدا صوت وصوره، صوت وصوت، صوت وصوت، بروح بمثله لكل واحد ببيته. هلا في فروقات بيني وبين اليسا، قلت انا بدي اجري مقارنه. اجريتي مقارنه كامله؟ اجريت مقارنه. اول شيء مثل ما شفتوا البوستر، بعدين هي الدوكيومنتريز الحلو بيسالوا الاهل، اجوا لعند امها لاليسا وسالوها مين هي اليسا؟ ايه انا اذا قالت لهم السند. ايه انا اذا بيجوا لعند امي بيسالوها مين هي امل، بتقول لهم اخته لاشرف. والله بتخيلها، قديه بتخيل امي اخته لاشرف السند. هو السند، هو السند، وهو بتخيل امي بتخبي الميكروفون على اساسه وسمعت التليفون بتقول ليش ما بلشت باشرف؟ بتخبي بتقول له ليش ما بلشت؟ انا قد ما حتكون لو برودكشن، يعني انا اذا انا قاعده وسالوني من هي امل طالب حقول لهم انا امل طالب. مش عارفين حالكم من جايين تحاوروا وهذا كيف؟ في كثير شغلات لو برودكشن. قالت اليسا على اللي ما بيعرفوها بفكروها انه هي متعجرفه وشايفه حالها، وبس تعرفوا عليها بيكتشفوا انه لا. انا هشام كمان، انا اللي ما بيعرفوني بفكروني زنخه ونفسيتي محمضه، بس يتعرفوا علي بيتاكدوا. يعني الدوكيومنتري حيفرجي وجه كثير بشع مني. اليسا بس تضوج بتروح على فرنسا، يعني بتعرف كاتريام سانكيام شانزليزيه، انا بروح ارونديسمان النقطه الرابعه. انت بتروحي فان رام 4، فان 4، فان 5، فان 6، شاني ولني شانزليزيه شاني ولني. هلا هي حلو كمان بتعمل شوبينج، انا صراحه رحت على فرنسا بالصيفيه ما عملت شوبينج لانه صرفت كل المصاري على التيكت. بس البادجت تبعك كان بيعدي للتيكت، تبعي خلص بالتيكتات. اليسا عملت تجميل وندمت وعالم قالوا لها رجعي على طبيعتك وشالت كل الفيلرز وهيك. انا مره بعت صورتي لواحد الصبح قام قال لي عامله شي تجميل، قلت له لا، قال لي طب اعملي. قال لك ضروري تعملي. قال لي ضروري انه والله هي عن جد انا صارت معي اصلا حطيتها على السوشيال ميديا، واحد قال لي فيني اتصور معك حتى لو مش مظبطه حالك. انا كنت مظبطه كنت رايحه على عرس. كنت بكامل قواي. اقوى شيء كان كنت كانت اكثر مره مظبطه حالي. هيك في حدا هيك مره حادث مشهور، حدا قال له انت كثير احلى على التلفزيون. ايه والله العظيم في حدا قال له ناديه الزعبي. ناديه الزعبي على فكره ناديه الزعبي كانت المفروض تكون ضيفتنا بس اعتذرت الدقيقه الاخيره عملت فينا الضرب. ناديه حدا شافها على الطريق قال له انت كثير احلى على التلفزيون. انا وحيت الله هلا السبت واحد شافني قال لي انت كثير احلى على التلفزيون، قلت له قصدك بالطبيعه؟ قال لي لا، على التلفزيون بتناور الشاشه يا انجو. لا وحياة الله خلص بقى. أنا بيطلعوا لي العالم. أنا أغرب شيء صاير معي، واحد على الطريق قال لي مش أنت عامل لي هيك، مش أنت بتدق عود مع عادل كرم هيك. عود أول شيء هيدا مش عود، وأنا بدق جيتار أنتو مش عادل كرم ولا شيء صاحب الجيم. لا ما معقول يا أخي ولا شيء صاحب. قال لي مش أنت بتدق عود. عود هيك عود. يعمل لك درامز.
اليسا راحت على ما بعرف اذا شفتوا هالمشهد على تمثال داليدا، اذا بتدقر صدرها بيجيها عريس، اذا بتحط ايدها على صدرها للتمثال. ايه هيدي شو اسطوره يعني؟ اسطوره بتقول انه في تمثال لداليدا عاملينه، اذا بتحط بتدقر الصدر بيجي عريس، فانا دقرت الصدر اجاني عروس. مزبوط. ليش عم تدقر صدور البنات؟ شو بدي اكيد يقول اتراكت، اكيد يقول اتراكت، اكيد. اريسا كان بتوكسيك ريليشن شيب، هيدا شيء عن جد مش مسخره، وبرافو عليها انه قدرت تطلع. وانا كمان انا كنت بتوكسيك ريليشن شيب، وكان انت كل الريليشن شيب توكسيك لحد يمكن عليهم اكثر مني. حرام بس انت لا ايه بس انا كمان وقتها كنت بتوكسيك ريليشن كانت صعبه هشام، لانه كان اول شيء يتاخر على طول على الوقت على المواعيد، على طول بده مصلحته بده مصاري، كل ما يجي يطلب مني مصاري. تخيل لدرجه مره شفته، والله مره شفته عند جارتنا، انا هون سكر راسي، جيت واجهته بالحقيقه قلت له ما بيمشي الحال هيك، قال لي يا دوزال الطالب انا هي شغلي انا دليفري. كانت كانت توكسيك ريليشن شيب، يا شاد توكسيك ريليشن شيب مع الدليفري بشكل بياخذ مني كل الوقت. ما في شيء بيناتنا، هو قال له ما في شيء بيناتنا، ما في هيك كل وقت بده تيبس. حسي ايه مش مهضوم، مش مهضوم وماشي ريد فلاجز على الموتو لانه جاي. انا فكرتهم دليفري. هي بتعاني ارق، انا الحمد لله ما عندي اياها هاي المشكله، يعني الدوكيومنتري حيكون كثير سالك معنا وين ما يحطوني انا. 1 2 3 طش جامي بالطياره، 2 3 بالطياره بغفى، بالفان بغفى، وشو ما يصير حوالي ضجه صريخ، يعني لدرجه مره كل العائله عم تفيقني ولي قومي يا امل يا امل، انا نايمه مع انه انا كنت سايقه. موقف كثير صعب. اليسا يا معقول؟ ايه اليسا، اليسا حكت قديش هي محظوظه بحياتها بالعالم، عندها انه حظها حلو، انا قد ما حظي بشع، اذا بيعملوا حياتي دوكيومنتري بيجيبوا حدا غيري يصورها. أمل طالب الدوكيومنتري على أتم شو بيقولوا الانتظار على حرم الجمر، ناطرين الدوكيومنتري عن حياة أمل طالب الصاخبة جدا اللي معقول اعطوني العب الدور انا وصغيري، حيلا شيء انا وكبير خلص بست دقائق بعتقد قصة حياتي.